في رحلة الحياة الخاصة والمهنية مهم جداً أن ينتبه الإنسان في الإدارة للعديد من الوسائل في المعاملات اليومية والعملية، ويتحتم عليه الحكمة والمرونة في اتخاذ القرار الأصلح لحسن استعمالها وتدبيرها على حسب الأحوال والظروف المتوفرة. لذلك هناك أنواع ثلاثة من الإدارة، وهي الإدارة بالنتائج أي الأهداف، وهو الاهتمام بتحقيق غاية معينة بغض النظر عن طرق وآليات تحقيقها، بمعنى التصرف كيفما تشاء لكن حقق الهدف أولاً. فالأم مثلاً يعنيها نجاح الابن دون الاعتبار بطرق المذاكرة أو كيفيتها وأوقاتها، والمدير في هذا النوع يهتم بالوصول للهدف المرجو بصرف النظر عن عدد الساعات المستغرقة أو مكان العمل. وهذا النوع متطلب أكثر في الأنظمة الإبداعية مثل قطاع التسويق والمبيعات. الإدارة بالإجراءات أو الانضباط، وفي هذا النوع فالعمل يرتكز على القوانين والنظام بالدرجة الأولى كوظيفة عمومية، وكل فرد له دور مهم في المنظومة بالكيفية المضبوطة دون الاهتمام للنتائج. وكمثال للأم التي تحدد نظاماً محدداً في البيت لكل الواجبات المدرسية والمنزلية، وأما المدير فيلزم الموظف بالحضور والانصراف في أوقات محددة بعيداً عن مدى الحاجة لتواجده طيلة هذه المدة من عدمها. وينفع هذا النوع في الأنظمة التشغيلية القائمة على قواعد محددة لضمان جودة الخدمة أو المنتج مثل قطاع خدمة العملاء. الإدارة بالحب أو المشاعر، ويرتكز هذا النوع على حسن المعاملة ويستعمل في كل القطاعات التي يسود الولاء فيها وتعلو قيم الانتماء فيها، فيكون الحرص على الاستمرار والحفاظ على استقرار العلاقات فيه أكثر أولوية من أي فرص أخرى قد تكون أفضل. فالأم مثلاً برغم الضغط الذي تفرضه على أبنائها في الواجبات المدرسية أو المنزلية إلا أنها تسعى لحبه والاهتمام به قبل كل شيء، والمدير كذلك يتعامل مع الموظف بإنسانية قبل كل شيء للمزيد من الثقة والتواصل وهكذا. وبصفة عامة فالبعض قد يرى أفضلية نوع في التعامل على آخر في علاقة أو قطاع معين، لكن في الحقيقة نجد أن الواقع يحتم علينا استعمال الثلاثة أنواع معاً بحكمة وذكاء للوصول للأهداف المتوقعة.